قوله تعالى: تلك إذا قسمة ضيزى. تلك اسم إشارة، ويعود هذا الاسم على ما اعتقدوا وما جعلوه من أن لله الإناث ولهم الذكور. وقوله إذا سبق معنا في شرح النحو أن إذا وإذ إذا نونتا، فإن التنوين فيهما عوض عن جملة، وهنا إذا ونونت، فيكون هذا التنوين عوضا عن جملة. وقوله تلك إذا، المعنى تلك إذا اعتقدتموه من جعل الإناث لله عز وجل ولكم الذكور قسمة ضيزة. والضيزة هي التي جانبت الصواب، بمعنى أنها قسمة جائرة غير عادلة. كيف لا تكون عادلة؟ لا تكون عادلة حتى بمقتضى العقل السليم، فإن القسمة العادلة أن تكون جوانبها معتدلة، بمعنى أنكم جعلتم لله الإناث وجعلتم لأنفسكم الذكور. كيف والعدل والحق أنه جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ قال تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني زوجة. وقال تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا، يعني زوجة، لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين.